في تحد لسياسة الأمر الواقعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال، خرج الفلسطينيون في تظاهرة نظمت فوق أراضي قرية بيتين قرب رام الله ضد الاستيطان والطرق الاستيطانية التي تحول دون سلوكها من قبل الفلسطينيين وقصرها على المستوطنين فقط. هاي مظاهرة من مظاهرات المقاومة الشعبية ضد الاستيطان. نحن جئنا إلى بيتين التي تتعرض لتوسع استيطاني خطير لنرسل رسالة أننا لن نقف صامتين في وجه الاستيطان، وأن السبيل الوحيد لردع الاستيطان ووقفه هو تصعيد وتوسيع المقاومة الشعبية الفلسطينية. نحن لا نراهن على مفاوضات مع حكومة المستوطنين، نحن نراهن على تصعيد المقاومة الشعبية وفرض حملة لفرض العقوبات على إسرائيل ومقاطعتها في كل المحافل الدولية. وبينما كان المشاركون في التظاهرة يهمون لاجتياز الحجز العسكري عند مشارف بيتين، باغتهم جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز، مما خلف العشرات من الإصابات بين المشاركين والصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون على نقل الحقيقة. تم استهداف الصحفيين بشكل مباشر بشكل علني، من دفش، من ضرب، من غاز كذا، وتم القاء علي قنبلة غاز صوت من مادة حراك رجلي. انحركنا هون وبحكي مع الجيش انه شوي انحركت رجلي، كل فيش فيك شيء ونسحب من هون. اليوم في استهداف واضح للصحفيين والمصورين الفلسطينيين، وهذا دليل انه الصحفيين الفلسطينيين استطاعوا ان نقل الرسالة واعتداءات وهمجية هذا الاحتلال. هذا المشهد بات ينذر بتفجر الأوضاع الميدانية في ظل انغلاق آفاق السلام واستفحال الاستيطان وحالة الحصار المفروضة على المدن والقرى الفلسطينية جراء الحواجز العسكرية والمستوطنات وجدار الفصل العنصري. بين سلب الأرض والتمسك بها، يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الأرض لتشتد المنازلة بين من حسموا أمرهم إما فوق الأرض أو تحتها وبين العابرين في كلام عابر. فالح نصير فالح، قناة المسيرة، فلسطين المحتلة.